تحية لكم مشاهدينا عبر قناة أوغيريت بحلقة جديدة من برنامج من اللاذقية. حلقتنا اليوم مميزة، فيها كثير من المنافسة مع أطفال من محافظات متعددة، اليوم عم يجتمعوا بهيدا المكان بمحافظة اللاذقية بمسابقة الحساب الذهني اللي من خلالها عم نشوف إبداع أطفالنا وتميزهم بهيدا الموضوع. تفاصيل أكثر عن هيدي المسابقة بداية رح نكون مع الأستاذ رامي فويتي، مسؤول عن برنامج الإس دي ماس بالحساب الذهني بسوريا. يعطيك العافية أستاذ رامي. الله يعافيك. اليوم عم نشوف هيدا التجمع لأطفالنا بأعمار مختلفة، عم نشوف أعمار صغيرة كمان موجودين ضمن هيدي المسابقة، تحكي لنا عن التنظيم بشكل عام. هلا التنظيم اللي احنا قمنا فيه أنا كوكيل البرنامج بسوريا، برنامج الحساب الذهني إس دي ماس وبرنامج عالمي. كانت بداية هذا البرنامج بسوريا، واللي احنا قلنا طبعا عنا أطفال ومدربين كتار، واللي احنا قلنا الشرف إنه هذا انطلق هذا البرنامج من سوريا. أعمار الطلاب المشاركين عنا هن من عمر 4 سنوات حتى عمر 14 سنة في كل المحافظات السورية. احنا قمنا بهذه الفعالية ابتداء من محافظة اللاذقية، وكان عندنا 4 محافظات مشاركة في هي مرحلة التصفيات. عندنا محافظة طرطوس ومحافظة حماة والسويداء، وإضافة لمحافظة اللاذقية. أستاذ رامي، يعني في برنامج عم تمشوا أنتوا وفق هيدا البرنامج بهيدي المسابقة، خبرنا عنه، كيف التنظيم ضمن البرنامج عم بيكون؟ تمام. هلا احنا وقت اعلنا عن وجود مسابقه للحساب الذهني إس دي ماس، بالتاكيد عندنا مدربين في كل سوريا متواجدين، تم توزيع نماذج خاصه لهي المسابقه لتدريب طلابهم، دربوهم لثلاث شهور واربع شهور خلال السنه. احنا بنهايه كل عام نقوم بمسابقه على مستوى سوريا، وان شاء الله طلابنا حيتاهلوا للعالميه، من عندنا حيكون في مسابقه عالميه ان شاء الله في المستقبل. هلأ خلصنا نحن فترة المسابقة النظامية الأساسية اللي هي كانت في توزيع أوراق للأطفال، وهون الكل فائز، يعني خلينا ننوه على هيدا الموضوع. بعدين شو محضرين؟ هلأ نحن في عنا بعدها تجمع في حمص لأطفال حمص ودمشق وريف دمشق في 24 الشهر، وإن شاء الله في 31 الشهر تجمع في حلب. بحب ننوه بأنه نحن هاي المسابقة بنتشكر كتير السيد محافظ اللاذقية على رعايتي لهذه المسابقة، وأيضا متشكر محافظة حمص لرعايتها، ومتشكر محافظة حلب لرعايتها لهذه المسابقة. في شيء فني رح يكون هلا للأطفال، شيء ترفيهي بعد ما خلصنا نحن والأطفال كانوا هيك متحمسين وعقلهم حاضر لحتى يحلوا الأسئلة اللي توجهت لهم. هلا بالتأكيد احنا مسابقتنا هي حفلة للطلاب، يعني هو احتفال، كل هو فائز بالتأكيد. مسابقتنا مدتها 10 دقائق فقط، والباقي هو احتفال معهم. في عنا أغاني، في عنا رقص، في عنا ألعاب خفة، في عنا برنامج حفل متكامل. لحنا جايين هون للطلاب أعمار صغيرة 4 سنين حتى 14 لحتى يفرحوا، ولحنا نفرح فيهم وبإبداعاتهم. هدول رح يكونوا إن شاء الله فخر لألنا في المستقبل، هدول الأطفال. يعطيك العافية أستاذ رامي، ودائما نحن التميز لأطفالنا وأملنا بأبنائنا مثل ما نحن دائما هذا الشعار نقوله. شكرا لحضرتك أستاذ رامي فويتي، وحضرتك مسؤول برنامج الإس دي ماس الحساب الذهني بسوريا. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم. مكملين مشاهدينا نحن نعرف تفاصيل أكثر، وطبعا الإبداع عند الأطفال وراء أكيد مدربين لحتى يهيئون ليدخلوا بمسابقات ومنافسات ويصقلوا هيدي المواهب عندهم. راح نتعرف عليهم أكثر. مرحبا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عرفينا بحضرتك. همسة مرشد من محافظة السويداء. أهلا وسهلا فيكم اليوم باللاذقية، جايين مع الجروب كامل لحتى تكونوا بهيدي المسابقة، تأهيل للطلاب ويعني لحتى يجوا على هيدي المسابقة، كيف هيئتوهم وحضرتوهم ليكونوا موجودين ضمن هيدي الأجواء؟ تمام. بعد اتباع الطلاب لدورات تدريبية ضمن الشيء المعترف عليه، تم تدريب الطلاب على قوائم خاصة للمسابقة ليقدروا يشاركوا معنا بالمسابقة وبإنجاز رائع. اليوم وجودكم بمحافظة اللاذقية والأطفال هيك جايين بفترة الصيف، فينا نقول إنه من محافظة للثانية، كمان في مسؤولية هون عليكم أنتم كمدربين الأطفال، كيف الأجواء؟ يعني كيف شايفين الأجواء هون ضمن هذا المكان؟ هي عبارة عن حفلة للأطفال، أجواء ممتعة، فرح، كان في رهبة خفيفة لأطفال الأسدي زيرو، بعدين تخطوها نتيجة الأجواء الفرح والمتعة اللي كانت موجودة. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية باللاذقية، وإن شاء الله التوفيق لكل أبنائنا ومن كل المحافظات. شكرا لإلك. شكرا لك. يعطيك العافية. عافية قلبي. عرف بحضرتك. رولا مصلح. حضرتك أيضا مدربة من محافظة طرطوس، مدربة تي أو تي كمان. أهلا وسهلا فيكم اليوم باللاذقية، اليوم وجودكم بيناتنا هون كمان عم بيخلي هيدا الحالة الاجتماعية للأولاد يتعرفوا على أبناء أطفال جداد من محافظات تانية. خبرينا كيف كان تحضيركم أول شيء للمسابقة؟ كان تحضيرنا حلو كتير، يعني مجهزينهم قبل بأشهر
وعاملين تدريبات وتمارين للأطفال كلياتهم، مهيئين ومجهزين كانوا. في انتقاء للطلاب ليشاركوا بهيك مسابقات أو بتفتحوا المجال لكل اللي عم بياخذوا البرنامج؟ فرص للكل، فرص للكل بنعطي مشان يفرجوا إبداعاتهم ومهاراتهم ومهاراتهم الذهنية والعقلية. وجودكم اليوم بمحافظة اللاذقية كمان في هيك طابع خاص بيكون عند الأطفال، إنهم جايين على محافظة تانية غير محافظتهم، أجواء جديدة عليهم بأعمار صغيرة، فكيف شفتي هيك التعامل معهم ضمن البعاد عن أهلهم بيكونوا إلى حد ما؟ كثير مبسوطين، ونحن يعني نحن أولادنا هن ونحن أمهاتهم، أكيد نحن مبسوطين فيهم وهن مبسوطين فينا، موفقين جميعا يا رب. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية باللاذقية. مرحبا. أهلا وسهلا. عرفي حضرتك الأستاذة ويان إبراهيم، منطقة مصياف محافظة حماة. أهلا وسهلا فيكم، يعني باللاذقية كمان عم نقول اليوم تجمع لمحافظات سورية اليوم هون مع أبناء من كل المحافظات. أول شيء الأجواء بشكل عام كيف شفتيها مع الطلاب؟ أجواء بتجنن. متشكر أستاذ رامي فويت على الفعالية رائعة والأكثر من رائعة، يعني ضمت الأطفال من عمر 4 سنين حتى 17 سنة، وبيكفي إنه هنن يعني يفرحوا بهيك شيء، يعني شيء مميز لهم، يعني حتى هنن متحمسين. يعني سابقة محافظة اللاذقية والأطفال كتير متحمسين طبعا، عم نشوفهم حوالينا بعد هالاختبارات وهت يعني، وتعرفي النقل مأمن كمان، يعني كان شيء حلو إنه نوصل لهيك مسابقة. مسابقة هي لمدة يوم واحد، هلا رجعانين انتم على حماة بعد شوي كان. ايه طبعا، ولكن رح يكون في اجواء احتفالية مع الطلاب، ضل ذكرى هيك بذهنهم انه ذكرى كثير حلوة اكيد. يعطيكم الف عافية واهلا وسهلا فيكم. مرحبا. اهلين يا رب. بحال الان سراء مصباحة، مدرب حساب ذهني ازديماس باللاذقية. باللاذقية خلينا يعني نحكي اكثر عن التحضيرات، كيف كانت ضمن فريقكم باللاذقية؟ التحضيرات كانت كتير، كان في تدريب متابع للأطفال، حبه للحساب الذهني كان كتير خلاهم إنهم يتدربوا بشكل أسرع وخلصوا يعني بوقت زمني قصير جدا. يعني 10 دقائق كانت كافية برأيك للأطفال؟ ايه كافية جدا، لأنه في تدريب كان كتير مكثف للأطفال لحتى يقدروا يخلصوا أكبر عدد خلال هالفترة هيدي. حلو، معناها يعني هلأ فينا نشوف نحن عنا متميزين يطلعوا هلأ ضمن هيدي المسابقة. طبعا أكيد في متميزين على التدريب اللي صار، ومراقبة وإشراف الأستاذ رامي كان كتير كان مسيطر على الوضع. يعني يعطيكم العافية، شكرا لإليك. مرحبا، يعطيك العافية. مرحبا حضرتك. أنا مهند عسلية من سلمية. أهلا وسهلا فيكم اليوم باللاذقية. أجواء اللاذقية كيف خبرنا بالأول؟ شغلة كبيرة. أجواء المسابقة اليوم مع الأطفال ضمن هيدا المكان؟ أجواء مميزة كتير، حلوة كتير، أعداد أطفال من كافة المحافظات، تجربة كتير حلوة للأطفال بهالعمر. يعني متشكر إدارة المسابقة على التنظيم الحلو. طبعاً اليوم جايين إحنا من سلمية، مجموعتي معي 10 أطفال، بحد ذات المشاركة للطفل بهالعمر هي كتير شيء كويس، ولح تضل بباله الفكرة. فرصة حلوة كتير للطفل، وإن شاء الله بتكون نتائج كويسة. أهمية مشاركة الأطفال بأعمار صغيرة بهيك مسابقات، يعني عم نشوف نحن هون أطفال عددهم كبير، أعمار صغيرة، أعمار متفاوتة، أهمية المشاركة اليوم للأطفال بهيك مسابقات خبر. طبعاً الأهمية في كتير، في كذا بند للأهمية. أول شغلة أهمية المسابقة كبيرة، هي تحدي للطفل، كسر حاجز الخوف، كسر حاجز الخجل بهالجو الأعداد الكبيرة، أعداد أطفال من كافة المحافظات. هي تحدي، هي فرصة كتير حلوة للطفل ليثبت جدارته، وإن شاء الله بتكون النتائج كويسة عنا. أكيد إن شاء الله دائما الأطفال عندهم هيدا القدرة، دائما بيبهرونا يعني بنتائج. طبعا النتائج دائما بهالفئة العمرية غير متوقعة، نحن متوقع لهم إمكانيات معينة، إمكانيات الأطفال بهالفئة العمرية ما لها حدود أبدا، قد ما صرناهن قد ما كان في نتائج أفضل. يعني يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية باللاذقية. أهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية على التنظيم الحلو وعلى مشاركتكم الحلوة. شكرا لك. رح نتابع نحن لحتى كمان ناخذ لقاءات مع الأطفال المشاركين. مرحبا. هلا. شو اسمك؟ محمد بكراوي. محمد قد ايه عمرك؟ 12. اليوم خبرني عن مشاركتك ضمن هيدي المسابقة. كانت كتير حلوة والتنظيم كتير كويس، غير عن هيدي مسابقات الغير. طب كانت الأسئلة سهلة ولا صعبة؟ كيف شفت؟ والله كانت متوسطة، يعني على المتوسطة على الأسهل. هلا أنا شفت في طلاب يعني حلوا كل الأسئلة، في طلاب إنه لا كان إنه مسموح ما يحلوا كل شيء. أنت شو؟ لا أنا بايلي كان 4 أسئلة أنا. ما حليتهم يعني؟ لا أسا ما حليتهم. ما لحقت بالوقت؟ لا والله. أكيد هذا بيعلمك السرعة لمرات قادمة، ما هي؟ ماشي أكيد. إيه يعطيك ألف عافية، شكرا لإلك. ماشي.
مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ تيا كارلوس الخوري. تيا الحلوة، قد عمرك اول شيء؟ 10 سنين. تيا اليوم كيف كانت المسابقة؟ خبرينا. كانت حلوة والأسئلة كانت سهلة حليتي كل الأسئلة يا تيا؟ لا. حليت شي 4-5 صفحات. هنن قد ايه عددهم كلهم؟ 7. 7 صفحات. كانت الأسئلة قلتي سهلة ولكن بدنا سرعة أكثر، ما هيك؟ بتمنى لك كل التوفيق. من وين أنت يا تيا؟ أنا من طرطوس. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ تبارك يوسف. قد ايه عمرك؟ 12 سنة. اليوم كيف كان كيف عن أجواء المسابقة؟ خبرينا عنها. حلوة. كانت سهلة كثير. كانت سهلة، كان كل شيء سهل، حليتي كل شيء؟ لا. ضل شيء شوي، يعني بنقول لازم هيك المشرفين على المسابقة يعطوكم شوية وقت لسه. شو رأيك؟ نطرح هيدا الشيء يعني. شكرا لك، مرحبا. اهلا. كيفك؟ شو اسمك؟ قمر. من وين يا قمر؟ من سلمية. اهلا وسهلا فيك يا قمر. هون مجموعة السلمية كلهم، اهلا وسهلا فيكم، قسم منهم. طيب، قمر خبريني هيك بشكل سريع كيف كانت المسابقة؟ كثير حلوة والأسئلة كانت سهلة بس بدها كمان شوية وقت وهيك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. نحن اكيد كنا بهيدي الاجواء من مسابقه الحساب الذهني ازديماس باللاذقيه اللي مثل ما ذكرنا بالبدايه عم تستضيف محافظات ثانيه لتكون اليوم ضمن هيدي المسابقه وضمن هيدا المكان باعداد كثير كبيره من الاطفال المشاركين. اكيد دائما املنا باطفالنا ومتميزين دائما اطفالنا بكل الفعاليات اللي عم بيقوموا فيها. لهون رسالتنا اليوم من اللاذقيه خلصت، لاقونا اكيد برسائل قادمه، الى اللقاء.